حسين شيخ محمود وأحلوان أقل كسره إن أهنا حقايها قدقة دستور كه لبدا برلمان لبدا أقل قلع شعب كي أقل كسره إن حلو حسين كسو دوو ورديري قوب جوك تي في وان دوو سنتا الشيز كان حد أي قارين مدحدة دولدة يو مامل قولة ديدة أما الدولدة يو مامل قولة ديدة مكراتها إن فلنتي سو أي فضوطها بسم الله الرحمن الرحيم مركل ومحسنتهاي وحن سلي هاي إن شاء الله هو يفوضان دونتا وحن رجيل إن سي قلبي وناقة إن إيه شيس كاس أقلين وحن رجيل إن دواتا دمان سوماليا كجرت درتيد وقصبه شيس كان وحن رجيل إن معركتي بروبليمات سوماليا كجرة هدنا وقصبه إنو سيساحة ودقن كلا هدي الله لكن وحل سوديني يا حلوانو قضى بدا قار شيس كا سأبنى هاي خلاف كان إنك استو سكوجي يبنا هذا نو حأصل وها إن أردت خليسي وكذا شيء خذ بذي وإحنا لغة مسوقة محل لجور وريه قلتها لوما سنت هاي طبعا إن خليج يو هذا المسوقة قادين لكن سي أنتوس أحيان أي الله سبحانه القاضي سوتو حيت هاي قذ بذا كم إذا أي شيء جاية إن أرميه مرانك دليلي أو أي كم تهاي أو تغيب سجى يو خيرات كغيب سجيسة إن جودي لوساري مدو لح بلود جوده هودنا أي دياريان قاب كي هشيس كهير فدرال يهير مامو قولات أوده وكلا قيب سن لهاية تا أو مركة أي جود دياريان إن شاء الله جود جينا دبوريس الدستور كيكسو ريجين دونار مركة معناه هذا واحد كده جانت هاي قضا بدي الدستور جاي اللي سكو يستوي كونتوني أفر يو كونتوني سدح أيا الرواين حل جارو أنت أنت أسكور رسانة وحرجين الناسي أو سومالي نماء أو وحقلة أو وحقرش نماء وهذا تشي يعني وحقودي دونان هدي الله مركة قضب كقرآن إن احترام يسقدرين إن لجوه ذا لاحترامه ولا بدر النع وتاز معنى هذا وحوى مركة إن كنت تستحق أنت أفر أنت جوان كذا لجارة إن احترامك لجوه وهرن يودعويس طبعا سوماليا يحد ضد كمسؤولين تكاه وحبه هين إن وحبذا أو لجاي أبو إني أبو ذهديهين أي كتنازلان أو سوجيجيد يو سو تنازلات بدن أي سميان إن والله قادن كرا هدي ليري معركة يسو كرسوني يو إن ما تغنى لي سو ديمريو إن أي قط بدو قصود درين إريادة كم دها إن والله قادن كرا سيدا لكن إن طبعا قط بوا عديهين أو كنتوني أفر إن هذا سوماري دوا إسكا جيجيد بدن تاي لكن قط بعد باجرة إن وح أقوم يمسون وح ليري هلا جود حاجودو هيا وحيت هاي إن أي كود حاجودان إن جودي فرسمنا أي راحين ونصارينا مدة اللحظة بلوطة إن واسمع ده هو اللغة تقول قد بدي ما تغنى لسكويستي لكن واحد رجعين إن سومالي لماذا يفهم كأي كم مهم سن إن أرنكا ومرقل نقضه سومالي دبعت ذلك كجر تجود أهان إن أي هرمود كان نقضان أو ضياش ما تحكم كجوجا إن شعب سوماليات وح يسوق يان وآه إن أي سلوا ذا جان قاضان النتيجة في عنا إيكا كيانان أو أه نبت قريدة إيوهر مركة قودة هاندالك إن شاء الله مدام مركة خلافكم مكو بالوضي وشركة كسوانية اللي تقي إسبهي سياسة ما يسمي ومضل إيوه قامياش ونفتكو دي سميستين ومدحويني وقردكتين إنهو قامية مركة إيوه نفتكو أرنتاس ما شيشكو كما عدين وما مولود مية كتنا زولة يعني كلاتها ميسي وسيدي أسي لسنانا يعني ما مولك إي سميستين طبعا أيها قضب دستوريا ايه شيء جاي اني اسكاشي سميسان كلام واكرت ان لحين لكن سيفو شرعيا لحين ان واحد كجبان او ما عرفتي اني ايغا اسكاشي سميستان مالي وانا سيجري اساسا اسليه اسكاشيغاس انت دنهوغا حد ما تقانا اي كاركاين انو سيجرو ان لكن طبعا سياسه ايا مربا ميل استاغيسو او لغا يابا ان اني ما تقانا اني كسي وارين او ايغا نفتودا ماشي حدا كودا دولايان اني مركله كودا اركين لكن ايغا وخ وديداينا مال اني سي سميستان اي سي هيستان ان دولدنا ايغا سداسه اني كولا معامش وخ وديداي مال ان مهمه waxay tahay in la isfahamsanaado aya muhiimadu ay tahay ayaga dabcan waxay arkeen nidaam ay ku ilaashanayaan danahooda in aanay dawladda federaalka ku xadgudbin ان دولد فدرالك نفتيه هذا وحي أباهنت هاي قابكي حقوق دي دول النمو فدرالك يكويري لهيد إن كشقيسه وأنا دستور كيد بيجسيس إن لدتجي إن شاء الله دي وحد دعوة و قيل ملهن و عدي كشقي لهيد بولي ميسس أركيني نقانيسا أنا جهرت كجودي أهان جودي قد بيجس دستور كبرلمان فدرالك سوماليا يو جود أهان جودي كمدح بنان دستور كوزارة دستور كبباه هذا حد دي بيجس دستور كشقينيسا aadan ugu faraxnay in waxyaabo anaga nagu adkaan lahaa ay ayaga hadda garteen in dib u eegis dastuurka ay tahay
أهمية كوباد هرتمين تقوله دلكن يو أحواشيسة كهر ضد مسؤولين أيال اللي هي دستور كي ريفيو بهو بهنا هذا ما لها قار يعني عدان واحد ورق ما أيال ياله معناه ما حل استقال ما هن أنت كهر رئيس لحداس بلاد أيال أيت هاي إن معركتي الجودة ديجيو كهرنا سيس فهمه إسقدرين أه وضع تشي الغوصي وضع شقي هدي علينا وحيابها خلاف اللي سيدوك لو حكم ده حسين و إن ما مولده قار أي شيء يعني إن دولده أم حكومة دو يفرقرين أي كويسة وشركنا والله قد دوض إنك سو يدو نفتك إذا إسكاشي إن اللي يشو وحيور لحليو إن أرين تسونا يكو دمانيس مركا مقوم وقت هذا إن حسديه سياسة ذي كعسنا ما مولده قار إن ماشي يكو دمان دونا وحن رجينا إن أهيد إن معركتي وحياة بدن وأنور مرتيد كقرني وهوس لوجه شيء إجرا إن أرماها صدق كم تهي أرماها أو أي كم تهي معركتي يسوقر دقشو أي كم تهي العجاء يوحى يميزانية أي كم تهي إن أو أنا أنت بدن ورقد الوسو قرن ولكن سي هوس جنتلمان أجريمنت لوج علي إن والغي يابا إن أي سي سعوتو هدان سؤال شهد جوابتي ذو النقضو إن أي سي سعوتو أرهنتا أه إن دولة قبلة ديادة قار إيو حوغا مطغان إسجيجيد كي لحدو ذو كجري إيا دولة قبلة ديادة كجري لكن وحي أبضان تاي بغول كي بساقاشان إن أي سامين في عنكو يالاتو و دقالة دي قدها تسالة هان حدو كونفور قلبيد أيا أيان تان أي كا شدان تهي أو معرك تي حلوانة دو أي موشي نوضا waxaan rajaynaynaa inay si positif leh u saameeyso in dagaalada siyaasadeed ee Soomaaliya waa taqaanay inta badan waxa saameeya xaalad guud ee wadanka iyo waxa saameyn ku leh in deegaanka markaas ay ololaha uu ka socdo marka 900% waxaan rajaynaynaa in arintaas ay xalliso wixii hoose u jiray galmudug waxaan rajaynaynaa ma aragtay in ay kulmeen odayaashi mataana oo isku heystay in arinta ayda inay ku qabowdo waxaan rajaynaynaa laakiin waxaan laga yaabaa inay wali wax sii socdaan haddana mataana waxa jira in aqalka sare uu taagan yahay in arinka wixii ay ka gali karaan ka sii galaan hadii lacal ay wax timaado marka waxaan rajaynaynaa in arintii socotay ee dowlad goboleedyada iyo ka dhax bilaabantay baarlamaanadooda inay madxan la xalisanto oo arintan ay xalisan rajaynaynaa insha Allah marka hadii marka maamulada qaar kood oo iyagu si iskood xisadi siyaasadeed ay uga sii socoto iyagu naftooda marka waxay u arkaan in dowladdu ay fargelin ay ku hayso heshiiska marka xoga madmadow soo dhax gali karamo waa loo qaadan karaa dabcan laakiin haddii waxay ku xirantahay daacadnimada labada dhinac ay ku xirantahay hadii ay noqoto in la ismaagmaago hadii ay noqoto in maaragtay qolba qolada kale wax uga qarsanaayeen oo siyaasad wax ahaayeen oo aan heshiis dhaba la gaarin waa laga yaabaa in la isii tuhmo la sii waxay laakiin dawladda federaalka kaalinta kaga aadan waxay tahay in ay wax walba oo shaki keeni kara ayda ay ka waantoodo oo iska dhaafto in dawlad goboleedyadana maaragtay waxa laga rabaa in ay aaminaan isla markaana ayaga naftooda ay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara in mataana la isku sii mashquulo in way dhici kartaa la is aamin waayo laakiin hadba waxay ku xirantahay sida ficilada mataana daacadnimada ay ku jirtay labada dhinac ay qaadaan maadaama marka isa runtu marnaba qarsoomay okay hadda marka idinka xilbanaad aqalka sare oo wakiila ka tihiin idinka matala maamul goboleedyada dalka in shalay idin la kulmeen qodobay ka jeediyeen golaha aqalka sare marka waxa muda maadaama idinku ayaga idin soo doorteen oo xilbanaada maamulkaas ay ka timaadeen mararka qaar inay sidii arkin in wax aad ka gashaan waxan ayagu ay rabaan marka taas naftigeedu idinku ilaalinta heshiiskan iyo dhowridiisa maamuladu waxa ay rabaan inta ka fikir leedeen taas naftigeedu caqabad kuma noqon karto waa maasanta horta aqalka sare wuxuu sameeyay doodo ma taqaana muddo ay sameynayeen aqalka ayaa waxa ka soo baxday in guddi u saaran 10 xubnood ka kooban guddiga asaga si fiican buu u shaqeeyay kaalin fiican ayuuna ka qaatay hadda nafteeda inay isku soo dhawaadaan kulamo gooni gooni ah ay la yeelanayeen ma aragtay qolyaha hadda madaxweena siyaasadda isku hayay dalka oo madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyay raisalaha iyo ma aragtay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada guddigaas asaga ah ayaa ma aragtay shalay midka ku casuumay ahaa anaga dabcan waxaan isu aragnaa in aan nahay hay'addii federaalkan ilaalinaysay aqalka sare hadaan nahay waxaan u aragnaa heshiiskan inaan qayb ka qaadanay soo dhaweynta waxaan u aragnay in ma aragtay wiilana u aragnaa aan wiil qayb ka sii qaadan karno heshiiskan iyo cida ku xad gudubtana aan dhahayno madxana ka joog si hooseena ula hadlayno hadii alla idmo waxaan rajaynaynaa in aqalka sare la qadariyo lagu qadariyo kaalintiisa oo ah in uu yahay
ilaaliyihii sharciga matarihii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkana mataana mid ka tirsan u yahay sidaa darteed in dowladda federaalkana aanay shaki gelin madaxdeeda xukuumadda gaar ahaan dowlad goboleedyadana waxay dadka ay soo dirsadeen ay ku kalsoonaadaan oo maaragtay ayaa meesha ka soo baxaysa shaqadeedana waa wadnaa meel fiican ay maraysaa marka misladaasi marka maamul goboleedyada iyagu naftigooda ay idinkaga dhahaan nimankan howlo adayga wadaan way idin matali karaan ama way ka hadli karaan waxyaabaha u baahantihiin ama ay ka tabanayaan dowladda inaa howlo hadda aad wadaan aad laba jibaaraysaan wax kale qabataan si ay u ogaadaan awoodda in aad dowladda idinku aad kala hadli kartaan oo kale maya waa sidaas dabcan soomaaliya siyaasadeeda waa iska taqaanaa waxaa laga yaabaa in oo kalsooni badan aanay jirin ee labada qolo ishaysta markaas ay ayaga isu jeedaan laakiin haddaba kaalintii aan qaadanay baa mataqaana caddaatay islamarkaana mataqaana waan qaadan doonaa in aqalkana shacabka soomaaliyeed ku kalsoonaadaan dowladda soomaaliya oo labada heer kala duwan oo dowlad goboleed iyo dowlad federaal aan mataqaana labadaba ay kusii kalsoonaadaan annagana kaalinteena inaan kasoo baxno insha allah inkastoo khilaafku isagana qeyb ka ahayd in maamulada qaar ay dhaheen dowladda ama xukuumaddu burburinta federaalka oo dad qaar ay ku mashquulsayiin cabsiyaas ay jirtay qudbadihii shalay aqalka sare madaxda ay ka jeedeen inta badan waxay kula dardaarmayeen in federaalka ciddii aan aaminsanayn xataa ay aaminto marka cabsidaas aad ay u xoogan tahay miya dabcan soomaaliya waxaa laga yaabaa in shacab ahaan aanay weli loo qaadin in afti loo qaadin federaal maan qaadana mise ma qaadano dad badanna waxaa laga yaabaa inaanay weli ka dhaadhacsanayn ayaa laga yaabaa laakiin dardaarku wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey ee aqal sare ah oo hay-addii koowaad ee federaalaynta ah in ay ku kalsoonaadaan qofkii xataa aan aaminsanayn in uu noqdo inuu ku kalsoonaado oo uu aamino caqiide ahaan u qaato dardaarankii odayaashay ahayd waana u qaadanaynaa dabcan qof walba soomaaliyana waxaa laga yaabaa in oo federaalku weli shaki badan kaga jiro macnaheeda federaalka ayaa dadka fahamsiin u baahan oo ah in xukunkii hoos loo daadejiyo mar kale ayaan ka dhiganaynaa laakiin in la aamino annagana aan ku dhaqanaan u baahannahay macal federaalka macal maaragtay haddii alla idin